التواجد ديالي هنايا في المعرض اللي هو طبيعي لانه انا العرابه ديال جمعيه احسان اللي كتهتم بالاطفال المتخلى عنهم، فكان طبيعي جدا نحضر هنايا باش ندعم المعرض لانه عطانا رواق مجانا ولا بطل باش الجمعيه تقدر تعرض فيه بعض المنتوجات اللي يمكن للناس او للزوار يشريوها، واللي المدخول ديالها تيمشي للجمعيه مباشره، وكذلك الناس يجيو ياخذوا هذا وثائق او لا كياخذوا داك الكتيبات المنشورات اللي فيها كاع داك لي زاكتيفيتي ولا حتى كاع داك الانشطه اللي كدير الجمعيه والاشياء كلها الحصول اللي كدير. كانوا لي بارون تيجيو تيحضروا الندوات وكان خصهم واخذوا ندوات استفدوا منهم، ولكن ورشه تطبيقيه لقينا راه الوالدين خصهم حتى هما يديروا يديهم في لاباط كوموندي، دونك غادي يكونوا اختصاصيين في مجال الرضاعه الطبيعيه، في مجال سميتو التغذيه، اللي غادي يعطيو نصائح لي بارون، ولكن حتى لي مامون غادي يستعملوا يديهم وباش وغادي يوريهم كيفاش ترد بعض المامون كيفاش ترضع وليدها كيفاش تهزو. اليوم عجبني المعرض ديال بلانيت مامون بيبي وعجبني بزاف، و وماريا الما ايبوستوفلي حيت خلاتني نفتتح المعرض. حيت فين كنت صغير كنت ندير دي غوسيت وكنت تنبغي ندير لي غوسيت دياولها ديال شوميشة. البروجي هي نكون لو ميغ شيف كوزيني دو موند. هي بقاو كيما نتوما وعقلوا راه معاكم الله سبحانه. عمر عنده غادي نقولوا احتياجات حتى هو خاصه، لانه عنده اعاقه ماشي سهله، صعيبه بزاف، الله يكون في عون والديه. والحمد لله انه شاف عمر عنده هوايه، عنده اون باسيون في الحياه ديالو، عنده واحد الولع وشغف بالطبخ، وهذه شي حاجه اللي هي رائعه، لانه كل نهار تيفيق مع الصباح وهو عنده افكار جديده ومتحمس يدير اشياء. الحماس والطموح ما كيمكن لا توقفوا حتى شي حاجه الا حنا، كيمكن لينا نمشي ويمكن له يوصل اكثر مني ويوصل لشي بلايص اللي كاين غير هو بوحدو اللي يقدر يتخيلهم او اللي يحلم بهم، داكشي كله يمكن له يوصل ليه. انت شفتي بالعزيمه والاراده والخدمه. الوغ شيف عمر انا كان في فيسبوك تنجاوب على الاسئله ديال الامهات هاد اربع ايام اللي فات، وتتبان لي ديك لا فيديو شيف عمر شفتها تفاجأت من هذا الوليد، قلت ما شاء الله عليه، وهذا ولقيت عنده بلوس دو 64000 فان، تنقول هذا الوليد هذا راه عاطي عنده واحد الطاقه ما شاء الله، وقلت هو اللي غادي يفتتح هذا لو صالون. عيطنا لسا مامون قالت ما كاين حتى مشكل، جاو شوميشة حتى هي جات مع لاسوسياسيون فاجأتني وفرحت لي جات حيت عزيزه عليا بزاف. دونك شيف عمر شوميشة راه إنيا با دو هازار، يعني رسالة مهمة. الإعاقة ما عمرها ما كانت عائق في حياتنا، بالعكس كيمكن لا تخلينا نبدعوا أكثر. سويفي موا على السلطانة، غادي ندير فيها أون فيديو، غادي ندير فيها أون غوسيت، و نوبليي با خليو عندكم الإبتسامة وما تحيدوهاش من وجهكم. جمهور سلطانة نعطيو بوسة كبيرة بزاف.